وللحديث عن يوم الوعي اليمني أكثر سيكون معنا من ألمانيا الناشط المجتمعي والمهتم عبد الله المعلم. مرحبا بك عبد الله معنا اليوم. مرحبا بك أستاذة أفنان، وشكرا على الاستضافة للمرة الثالثة أو الثانية للحديث عن يوم الوعي. أهلا وسهلا فيك عبد الله، ونحن أيضا يشرفنا أن نستضيفك المرة الثانية والثالثة وإلى ما لا نهاية. أهلا وسهلا بك مجددا عبد الله. إذا بالبداية لو تحدثنا لماذا 22 من يناير هو يوم الوعي اليمني؟ في أعتقد في قبل 3 سنوات كانت بداية يوم الوعي الذي قمنا بعمل عن طريق منصة ومؤسسة معهد كرب والأجيال. فكانت الفكرة بدايتها هي انطلقت من قناة بلقيس، أعتقد كانت معك الحلقة، للحفاظ على الوعي من الصيد الجائر وجريمة قتله، يعني في موسم الصيد الذي يستخدم في اليمن في مناطق حضرموت وبعض المناطق. صحيح. ليوم الوعي هذا له أهمية بالنسبة لنا نحن كشعب يمني، نحتاج إلى إحياء الموروث التاريخي والهوية اليمنية التي تعرضت للهدم والتدمير منذ 1200 سنة. طب فكان لو هذا هو تحدثنا، نعم أستاذ عبد الله، لو تحدثنا بالضبط عن 22 من يناير ولماذا تم اختيار هذا اليوم بالتحديد، هل لذلك علاقة بالتقويم اليمني؟ للحقيقة هو في هذا الشهر، في شهر يناير وشهر 2، يبدأ صيد موسم صيد الوعي. فكانت الفكرة أن نجعل هذا اليوم في هذه الأيام لتوعية الناس بعدم يعني جميل. الصيد بهذا الوعي، ومنها كذلك بداية سنة جديدة. فحبينا أن يكون لنا في بداية كل سنة يوم قومي، وكذلك قبل نهاية السنة اليمنية التي هي يعني في شهر تنتهي في شهر 3 أو ندخل في سنة جديدة. فكذلك فيه كمان مناسبات أخرى كيوم المسند أو يوم الآثار اليمنية أو رأس السنة التي نحتفل فيها دائما في منتصف الشهر 3 هكذا. فاخترنا هذا الوقت المناسب حتى يعني نوعي الناس، خاصة هذه الأيام هي أيام موسم الصيد الصيد. الوعي، يعني الوعي جميل. ينزل يعني من الجبل إلى الوادي أو ينزل إلى الصحراء في هذه الأيام. يعني موسم يعتبر هذا هو موسم يعني من مواسم صيد الوعي، هذا نعم. من شهر 1 إلى شهر 2 إلى نهاية شهر 2. اختيار لهذا تم التوقيت اختيار هذا مناسب اليوم. جدا، أيضا أوافقكم جدا على هذا الاختيار. بالنسبة للرسائل التي يحملها الاحتفال بهذا اليوم، هل هي فقط للتوعية بقيمة هذا الوعي وتوعية المجتمع من الصيد الجائر بحقه، أم هناك أيضا رسائل أخرى؟ بالطبع لا، الرسائل في رسائل عديدة، منها رسائل الحفاظ على حياة الوعي من الانقراض هي واحدة من الرسائل. فيها رسائل اجتماعية ورسائل ثقافية ورسائل تاريخية ورسائل سياسية. من الرسائل الاجتماعية هو الدعوة للشعب اليمني إلى قراءة تاريخهم والاطلاع منه وإلى ترميم هويتهم التي كما قلت تعرضت للتدمير والتغيير. تغيرت الهوية اليمنية حتى تغير فكر الإنسان اليمني، وتحول من إنسان قوي الذي كان يستمد قوته من التاريخ إلى إنسان ضعيف بسبب الأفكار الدخيلة التي دخلت على المجتمع اليمني عندما دخل الرسي أو وحتى اليمن، أو حتى قد تكون قد نقول أن الأفكار الدخيلة دخلت قبل دخول حتى الرسي، لأن الرسي ما دخل اليمن إلا والشعب ضعيف ومؤمن بأفكار تجعله استعبد هذا الإنسان، فدخل الرسي على طول واستعبد الإنسان. فنحن الآن نسمع شخصية يمنية قوية مستمدة من تاريخ الأسلاف إلى الأحفاد والأجيال وإلى يوم القيامة. نريد أن يكون الإنسان إنسان يعني شخصية يمنية قوية بفكر قوي، فكر قومي قوي مستمد من التاريخ ليصنع المستقبل في ظل دولة مدنية حديثة. الرسائل الأخرى هي الرسائل الثقافية، إعادة ما تم تغييره، مثل الأغاني، الرقصات اليمنية القديمة كرقصات الوعول أو الأغاني والترانيم التي تشجع على الزراعة وعلى العمل وعلى الإنتاج، فحولوها إلى أغاني
أناشيد استعبادية فيها من السلالية، كيف يقدس السلالة، كيف كلها أغاني أو رقصات ضعيفة لا تشجع على بناء الشخصية اليمنية القوية. فبالتالي نحن لدينا كثير من الرسائل في هذا اليوم وفي الأيام القومية الأخرى لإيصالها للشعب، لبناء هذه الشخصية اليمنية وجعلها شخصية يمنية قوية غير سهلة لقبول أي أفكار أخرى كما تحصل الآن في اليمن. الحوثي مثلا لم يدخل، صنع له ملزمة وصنع له أفكار، فدخل هذه الأفكار العقول الصغيرة اليمنية لأنها لم تكون محمية بالأفكار القومية وبالأفكار الناضجة وبالأفكار التاريخية وبالأفكار اليمنية العظيمة التي تجعل الإنسان غير قابل لاستقبال أفكار ضعيفة كالأفكار الاستعبادية التي أوجدها هذا السلالي داخل المجتمع اليمني. أو منها كذلك المجتمع الفكري، نعم. منها كذلك الرسالة التاريخية، ومنها يعني التعريف الشعب اليمني بأهمية الوعل في الحضارة اليمنية، وعن أن الوعل هذا يعني استخدمه أسلافنا لسبب ما يعني القوة، وسبب كمان العلو والشموخ التي تحلى بها هذا الحيوان. وكذلك منها يعني استخدم الوعل، لم يستخدم كما يدعون الأخوة الإسلاميين المتشددين بأن الأجيال استخدموا هذا الوعل كصنم ويريدوا أن يعبدوه، هذا كلها يعني بالضبط، وهذا ما افتراء كنت كاذب. أريد الحديث عنه أيضا. هناك من يعارض الاحتفال بيوم الوعل ورمزية الوعل، كيف تردون عليهم؟ هؤلاء للأسف يعني لم يطلعوا على التاريخ ولم يعرفوا حقيقة ماذا كان يستخدم الوعل. الوعل استخدم كشعار قومي قوي، حاله كحال مثلا التنين الصيني أو الدب الروسي، أو كل بلد له حيوان ورمز. وكذلك حتى الأحزاب، لو رجعنا مثلا المؤتمر لديه الخيل حيوان ولم يعبدوه، ولم نقولهم يعبدوه. كذلك الشمس الذي هم يعني حق الجماعه هؤلاء يعني استخدموها كرمز لهم، ولم نقول نحن انهم يعبدوها. نحن الوعل استخدمناه للقوه والاستدلال بالتاريخ اليمني العظيم حتى اسلافنا. اذا نحن نقول نحن نعبد الوعل، اسلافنا ما عبدوه، الوعل كانوا يقدموه نعم، من كذبانه. المفضل أن لا نعمم في نعم نقدنا سواء نعم للأشخاص أو للأحزاب عموما. نعم حتى القومية الكردية أيضا معروف أنهم يعتبرون الوعل أيضا رمزهم، نعم وهنا يمكن في يعني حضارات، في لصفاته. حضارات كثيرة عطر كمان استخدم، ليس فقط في اليمن، كمان كان في حضارات أخرى استخدمت عطر شعار لها. كذلك أنا ما حبيت إني أوصله إن الوعل هذا الرمز، حتى الرمز الإسلامي الموجود الهلال، لو لاحظت الهلال هو مستوحى من قرون الوعل. فبالتالي الإسلام لم يعبدوا الهلال، هم يعبدوا الله. إذا سألنا هؤلاء لماذا تم استخدام الهلال كرمز للإسلام؟ والله الكثير منهم لن يقدر يجيب على هذا السؤال، لأنها الهلال هو مستمد ومستوحى من قرون الوعل المنحرف. وكذلك هذا الهلال الموجود المستخدم في الإسلام اليوم هو رمز ديني سبأي قبل الإسلام ب 2000 سنة، وموجود ولها نقوش في مأرب وفي معين. هذا الرمز موجود يعني في أغلب، موجود على باب كل المعابد اليمنية القديمة. وبالتالي الإسلام استخدم هذا الرمز إلى يومنا هذا، ولم طيب، يقولوا أريد لهم أن العودة هؤلاء إلى يعبدوه. العود نعم أريد نعم العودة إلى الاحتفال برمزية الوعل اليمني. ما هي وسائلكم في الاحتفال بهذا الوعل؟ هل هي فقط هاشتاجات على منصات التواصل الاجتماعي، أم تقومون بفعاليات حقيقية على أرض الواقع؟ لا بالطبع، يعني احنا السنه الثالثه اقمنا في تعز واقمنا في مارب، وبكره ان شاء الله وبعد بكره يعني ستكون فعاليه في تعز وفي مارب، وكذلك في عدن، وكذلك اليوم الاخوه في حضرموت اقاموا فعاليه في حضرموت. ليست مجرد يعني صوت في التواصل الاجتماعي، وانما في الميدان، وكثير من الاجيال يعني حاليا في الميدان يحضروا للاحتفال والاحتفاء بيوم الوعل في مارب وفي عدد من المحافظات اليمنية، حتى في مناطق سيطرة الاحتلال الحوثي كثير منهم سيحتفل، إن لم يحتفل بالميدان سيحتفل في بيته يعني بطريقته.
وهذه هي الرسالة التي احنا نسعى إليها. جميل، إلى جانب الاحتفال ذلك نريد أن نعرف ما هي الخطوات الجادة التي تقدمون عليها لمنع صيد الوعل في اليمن، خصوصا في حضرموت كما تحدثت بداية المحادثة، بداية المقابلة هذه، تحدث عن أنهم يصطادون بكثرة الوعل في حضرموت، حتى أن لديهم احتفاليات خاصة بصيد الوعي، ونراهم يرفعون رؤوسها ويرقصون وهم يرفعون رأسها بعد ذبحها. حسب ما قرأت اليوم المدير الآثار في المتحف في حضرموت، بدأوا والحمد لله يعني يعملوا منشورات عدم الصيد، عملوا يعني لافتات حتى في السيارات يعني صغار ولواصق، تحذير يعني وتوعية الناس بعدم الصيد لهذا الحيوان الوطني. تمام. أما الخطوات التي نسعى إليها هو يعني الوصول أو التوصل إلى إيجاد حل أو قانون أو قرار، بذلك بعد ما نعمل يعني من الكثير من الفعاليات والكثير من المطالبات من رئاسة المجلس الرئاسي أو مجلس النواب بإقرار قانون بتحريم قتله وعمل عقوبة يعني كمثلا مالية وسجن لكل من يصطاد الوعل. كذلك نسعى إلى إيجاد محميات في سواء في حضرموت أو في الجوف أو في المحافظات التي توجد فيها الوعول، محميات خاصة بهذا الوعل. هذا ما نسعى إليه لتنفيذ يعني إن شاء الله أنها تنفذ يعني في السنوات القريبة. تقدمت يعني مؤسسة معت كرب في إقامة كذلك محمية، وإن شاء الله ستكون خلال أشهر أو السنوات القادمة موجودة. ونتمنى لكم التوفيق في كل مساعيكم، أشكرك جزيل الشكر.